إلى ألمانيا عام 2006، ذهب الأخضر متأملا بظهور إيجابي، خاصة بعد تصدره لمجموعته في التصفيات المؤهلة للمونديال. ولكن هنالك من كان واقعيا ويرى عكس ذلك بسبب تغيير المدرب الأرجنتيني كالديرون الذي أهل الأخضر إلى كأس العالم 2006، وأتى بعده البرازيلي باكيتا حاملا قيادة دفة الأخضر الفنية على عاتقه. البداية كانت مع تونس في مباراة كان الأخضر بها قريبا من تحقيق النقاط الثلاث، إلا أن التونسيين رفضوا الهزيمة في الوقت القاتل لتنتهي المباراة بالتعادل، ليواجه بعدها الأخضر المنتخب الأوكراني وسط تفاؤل من الشارع الرياضي بعد المستوى الذي قدمه المنتخب أمام تونس. ولكن الأوكران محوا كل الآمال وأدخموا شباك الأخضر برباعية نظيفة، والمباراة كانت قاسية كمستوى ونتيجة، ولكنها لم تكن أقسى من ألمانيا 2002. ختام مسيرة الأخضر كان أمام الإسبان، وخسر بها بهدف وحيد سجل في الشوط الأول، ليخرج بذلك الأخضر من المونديال حاملا نقطة وحيدة وهدفين.